على الجبهة الشمالية يبدو أن هناك تطورات، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء أولية تتحدث عن إصابة مبنى بشكل مباشر نتيجة سقوط صاروخ على كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية. من الحدود الشمالية معنا أحمد جرادات، أهلا بك أحمد. إذن هناك استهداف لبلدات ومستوطنات في إصبع الجليل كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، وحديث عن سقوط جرحى نتيجة هذه الاستهدافات. يعني الحديث حاليا ريما يدور حول إمكانية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وأيضا طائرات مسيرة مفخخة ربما تجاوزت الحدود الشمالية نحو عدة مناطق. صافرات الإنذار دوت في 8 مناطق على الأقل، أبرزها في منطقة كريات شمونة، ويتم الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن إصابة مبنى، ولكن هذه أنباء أولية بإصابة مبنى بصاروخ أطلق من لبنان. ولكن حاليا سنحاور تقريب الصورة أكثر نحو المنطقة الواقعة ما بين مزقاف عام ومرقليوت. في تلك المناطق أيضا دوت صافرات الإنذار مرتين على الأقل في مرقليوت، المرة الأولى خشية من إطلاق صواريخ من لبنان، المرة الثانية بسبب شكوك وخشية من طائرات مسيرة قد تجاوزت الحدود. نشاهد هذا الدخان يتصاعد من تلك المنطقة، ولا نعرف تحديدا ما السبب، ولكن كما قلت الشكوك بإطلاق صواريخ وأيضا بطائرات مسيرة. استمعنا من مكان تواجدنا إلى أصوات انفجارات، فعلى ما يبدو أن عدد من هذه الصواريخ سقط بالفعل، وهو ما أدى إلى سماع دوي الانفجارات إن كان في الجليل الأعلى أو حتى في مناطق في الجولان السوري المحتل بالأمس.